عسلامة، مرحبا بكم. كما تروا اليوم باش نعملوا مع بعضنا مقرونه بالصلصه بالبقري. حطيت اللحم بقري لهنا بعد ما عقمته شويه، غليته وحكيت نصف درج، صبيت عليه الزيت لهنا ونجيو نفوق مع بعضنا. حضرت فلفل اكحل، كركم، تبلو كرويه، شويه حمص، ثوم وطماطم. تشعلوا اللحم تاعنا لهنا، اللحم تاعنا يتقلى شويه كما ترى. هذه طماطم مغرفة، اثنين، انا نحب المقرونة بصلصة مشخشخة، ثلاثة، اربعة، هكايا. هنا عندي فلفل اللحمة، بعد كنزيد نزيد الملح في فلفل اللحمة كيما تعاود. هنا حطيت الزيت يسخن واللحم في الطنجرة، نصبو عليها في الأكحل، تبلو كروية، والثوم، كل شيء نصبو مع بعضه. هذاك الخمس باش نخليه للآخر. هذه هي الكركم، قلى شوية. الملح نخليه في الاخر باش اللحم البقري في صحيتين. هذايا في اللحم نطيرو هنا، مثلا لهنا نتحمل الفحات هذه نخليها شوية، نزيد نحط عليها الطماطم، نزيد الطماطم، نزيد شوية ماء باش ما الفحات ما تتحرقش، الطماطم ما تكونش خاصة تتقلب شوية ماء، نزيدو مغرفة كبيرة ونص فلفل أحمر. هنا هكا غرفة ونص فلفل أحمر، حركوا وشيلوا مع بعضهم. لهنا باش نزيدها شوية شوية حمص يعطي بنة وقوة المقرونة بالصلصة، تتقلى هكايا شوية وأنا نمرق. كما تروا لهنا هذه هي الصوص نتاعنا حضرت. نسيت ما قلتلكمش راني عملت لها ثلاثة ورقات رنز زدتهم، وعندي لهنا الماء قاعد يغلي باش نحضر له الماء نصمة المقارونة. يغلي الماء ونعمل له مغرفة ملح، وهذه المقارونة اللي خديتها باش انا نصمتها. قلت لكم انا خديت 400 غرام مقارونة، واللي يحب حسب العائلة كيف من هكايا هذه صحن مقارونة، تعمل كما هكايا هذه صحن مقارونة. رشها الطيب ونرجع لكم. وكما تروا لهنا هذه الصوص نتاعنا طابت، صفيت عليها، وهذه المقارونة نتاعنا طابت باش نطفي عليها نصفيها باش نرجع نصفيها في سفارينا. كيما تراو لهنا شعل عليها الغاز الصغير هكايا دو بليش، خليها لهنا هكا كيما هنا هكا. هذه
نغرف لهنا من هنا عليها هكا الصوص. اللي يحب معناتها اللي يحب ديريكت يطيب المكرونه ويسقيها ديريكت يطيب تجي طيب، واللي يحب معناتها انا هكا نحب نصوتيها خارجه هكا نقصه شعره طيب شعره صغيره طيب من هكا ان شاء الله عليها الغاز نغرقها نديم الصوص الطنجره نتاع الصوص ونحركها انا نحرك وهي تتشرب الصوص نتاعها تكشي وهي ومن طوف هذا الغاز يشعل عليها من النقطة باش تتصوت. هذه هي ورقات الرند نحيهم صحيح يصيبوا البنة نتاعهم صحيح الصوص نتاعها نفوش الصوص بالزيت شويه باش ما تعجنش المكرونه ما تلصقش في بعضها تزيد تزيد تشرب كما قلت لكم هذه خطوه اختياريه اللي يحب يعملها يعملها واللي ما يحبش يعملها ما يعملهاش اما انا نحب هذه المكرونه سيرتو كي تبدا مكرونه مكرونه طويله اللي يحب معناتها الملح نتاعها مريقل يذوقها اذا يحب يزيد شويه ملح يزيد مادام ما زالت طريه الصوص مازال فيها معناتها مريقل باش الملح يذوب وبالنسبه لي اللي انا مريحه الملح مريقل نتاعنا هكا هي تشربت الصوص نتاعها الكل ومن طوني من المتقاعده تتجمر نقولوا احنا نخليها هكا شويه نحسها مازالت تحب تقبل صوص نزيدها صوص هكا نزيدها شوية فلفل أكحل هكا شوية فلفل أكحل محكيلكمش على الريحة وعلى البنة مكرونة تونسية على أصولها كما تروا لهنا هذه مكرونتنا حضرت ما نحكي لكمش على البنة وفي وصفة قادمة ان شاء الله وبسلامة اتمنى تجربوها وتعجبكم ما تنسوش باش تعملوا لي ابوني وجيم على الباج متاعي مطبخ ام رحمه